اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده اسماك. ولما بنعمل سمك بنكون مختلفون، يعني بنعمل بشكل جديد وغير التقليد والجو اللي احنا عارفينه ده. السمك دايما في رمضان متهم ان هو بيعطش، هنفطر سمك، عزمك على سمك، لا خالص. الاهم حاجه الطريقه اللي احنا هنعمل بيها اعداد الاكله نفسها. انا هعمل النهارده كبسه بالسمك. طب اي انواع الاسماك اللي ممكن تتعمل كبسه؟ اي نوع سمك يخطر على بالك يفضل اللي هو قليل الشوك او الحسك اللي ما فيهوش شوك كتير. فعندنا سمكه الهامور حلوه مشهوره في الخليج وهي بتتعمل كبسه في الخليج. هعملها النهارده كبسه بكل تفاصيلها، التفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى. معانا بوري خير مزارعنا، البوري الحلو الجميل اللي فيه الدسامه وفيه الطعم الحلو اللي العالم بره بيضرب له تعظيم سلام، مفيش بلد في العالم عندها سمكه البوري ولا البولت اللي بنصدرها للدنيا كلها. انا هعمله النهارده مشوي في الفرن بطريقه الخاصه اللي هتعجب حضراتكم، تتبيله كده وفليفر وتركيبه، السمكه تطلع تتكلم عن نفسها مصري، حلو الكلام؟ معانا كمان سمك قشر بياض، ده مستورد. هعمله شوربه صياد، انا صريح وواضح. ده سمك من اللي بيجي مستورد عادي، قشر بياض جايبينه وفك من التلج بتاعه وظبطناه، وهعمله النهارده شوربه صياديه. ممكن نعملها باي نوع سمك صياديه، ليه؟ لان دي مشهوره بشوربه الصياد على المركب، يملك من الخضروات بصل وتوم وطماطم، فعشان كده سماها شوربه صياديه، هي دي المكونات بتاعتها. الحلو بتاعنا النهارده بلح، بس مش بلح البحر ولا بلح السمك اللي احنا عارفينه، بلح الشام. حبيت اعمله النهارده مع اكله السمك بما ان هو بلح ومعانا اسماك. فهنعمل بلح البحر النهارده بطريقتي، الطريقه الخاصه اللي هي ازاي يبقى كريسبي معاكي ويبقى لطيف وجميل، وازاي بلح الشام يبقى كريسبي. هي تركيز صغيره الشيف المغازي يعملها وهو بيجهز الخلطه بتاعته على النار وكله سخن في سخن وينزل بالقمع بتاعه في قلب الزيت البارد. عدد السفره بتاعتي طبق سلطه خضراء وطبق بتنجان مخلل حلو قوي، عجب اخونا عمرو طبعا المخرج النهارده، قال لك انا بعشق البتنجان المخلل جنب السمك. ليه يا عمور؟ قال لك بيفتح لي الشهيه. هو يا راجل يا طيب السمك محتاج ان احنا نفتح الشهيه؟ ده الواحد لو قدامه كيلو جمبري بيقزقزه. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، وزي ما قلنا من بدايه الشهر الكريم رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل، واحنا كمان عندنا تفاصيل كتيره على شاشه القناه الاولى. مش هطول عليكم، هطلع فاصل صغير عشان نخش على الجد، واوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. التفاصيل عندنا ايه؟ معانا سمك الهامور متقطع جزل، هعمل كبسه دلوقتي، مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله في متناول الجميع، زي ما بتعملها بالفراخ، زي ما بتعملها باللحمه، ولكن البهارات بتاعه الكبسه بتاعه السمك بالذات بتختلف شويه غير الفراخ وغير اللحمه. يعني ما ينفعش نحط فيها قرفه مثلا، ده من ضمن الحاجات المهمه. مقاديرها على الشاشه، رز بسمتي دي رقم واحد. ومعانا التوابل العربية اللي هي عنوان الكبسة، اللي دايما لما بتيجي سيرة الكبسة أو المشخول أو المندي أو البرياني، كل ده لازم أقول المقادير ديت لأن ده عنوان الأكل العربي. معانا اللومي اللي هو الليمون الجاف، بيبقى منه نوعين عشان لو لقيتيه في السوبر ماركت أو في المحل اللي بتشتري منه. معانا القرفة اللي هي الدرسين، معانا الورق اللورو اللي هو ورق الغار، والحبهان اللي هو الهيل، والقرف والقرنفل اللي هو المسمار. دي المسميات بتاعتها في أي مكان. والسمك الفيليه بتاعنا وبصل وتوم من خير أرضنا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طاسه بتسخن على النار، بنعمل صدمه ناريه للشويه السمك اللي معايا علشان يبقى ماسك نفسه في قلب الرز، ما يبقاش السمك كده سايب واحس ان هو مهري في قلب الرز. فلازم طبعا اعمل ايه؟ اعمل صدمه ناريه للسمك ده. اه شويه زيت كده حلوين بالشكل ده كده يسخنوا معايا، تمام. وهاخد السمك اللي هو الهامور اتبله. هتبله بايه يا شيف؟ واحده واحده معايا. اه الكل بيسال الكبسه السمك تتعمل ازاي. اه السمك ده معانا اهوت جزل هامور، تشتريها من الحلقه متقطعه، تجيبي سمكه حلوه تقطعيها، جوزك صياد زي عمرو كده تاخدي السمكه تقطعيها كده. في سمك تاني؟ مفيش. نحط توم طازه ونحط البهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل، اللهم صل على النبي، اهو ملح شويه فلفل حلوين. لا مش هحط روزماري، الاعشاب هنا بريئه من الاكله دي. هنحط شويه فلفله حلوه
كده. هنتبل السمك بالشكل ده كده. التوابل ديت بس انا عايز نركز في معلومه هنا مهمه جدا. التوابل دي لو انا تبلت بيها السمكه وحمرتها في قلب الزيت دلوقتي هتنزل من السمكه وتنزل في الزيت، مش هستفيد بيها بحاجه، هتبقى شكل وخلاص. فانا عايز اخد المضمون، اعمل ايه؟ التركايه اللي اعملها دلوقتي، اللهم صل على النبي، عصره ليمون صغيره بالشكل ده كده، وهحط عليهم معلقه دقيق واحده، معلقه دقيق واحده اهي دي كام واحده بس خلاص شكرا. واقلب دول مع بعض. التقليبه ومعلقه الدقيق ده بثبت التوابل في الانسجه بتاعه السمك. ربنا يثبت قولنا على الحق امين يا رب. اهو 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 حلو. والزيت عندي شديد الحراره اهو، شفت التركايه ديت اهي، بس هي معلقه الدقيق عدل الموضوع ده كله اهو. ضمنت كده ان التتبيله والخلطه اللي انا حطيتها على السمك الهامور، على السمك البلطي، على اي نوع سمك انت حابه تعمليه كبسه، التوابل مسكت في قلب السمك. هناخد كده والتحميله الصغيره دي كده اهو. الله اهو. محد بيسالني ممكن نعمل بلطي كبسه؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ نجيب البلطي الكبير اللي وزنه 800 جرام 900 جرام وهكذا. انا كده تبلت السمك، حطيته في قلب الزيت بيتحمر، اهدى عليه شويه. والرز بتاعي بقيه التوابل، واخدين بالكم بالتركايه ديت، قلبتها مع الرز. السمك هنا بيتحمر في قلب الزيت، شويه الزيت دولت اللي بيتحمر فيهم السمك انا عايزهم لهم تفاصيل كتيره معايا هيشاركوا. ركزوا بس في المعلومات اللي بقولها النهارده، ان الحلقه النهارده حلقه جوهريه ذهبيه مغازيه. التوابل اللي انا متبل بيها السمك، شويه الزيت اللي انا بحمر فيهم دول هيشاركوا في عمل البوري مشوي. هاخد منهم واشرب البوري، يعني فيهم ريحه السمك، فيهم ريحه البحر، فيهم التوابل ومتحمره وجاهزه، فهنا طعم السمكه البوري هتشرب منهم، فيبقى السمك هنا مميز. فانا السمك هنا بيتحمر هاخده انشله واحطه في طبق زجاجي جنبي اهو. خد الصدمه الناريه، قالوا كلام. هناخد السمك ده نحطه هنا، اللهم صل على النبي اهو. واحدة واحدة مع حضراتكم كده، عشان الكبسة دي نحط الرز عليها وننساها بعد كده. نرفع السمك ده كده بعد ما خد الصدمة النارية والتوابل، ولاحظ ان السمك اهو لونها، اللهم صل على النبي اهي. حلو، انس هتلاقيها في قلب الرز ماسكة نفسها اهو. شفت الحلاوة اهو اهو. ومكان تحمير السمك ده هنستغله في حاجات كتيرة دلوقتي اهو. دول ما فرطش فيهم شويه الزيت الحلوين دول اهم اهو. واخلي السمك كده. ونعمل ايه في الزيت ده يا عم الشيف؟ هناخد الزيت ده ناخد جزء منه صغير كده. حلو الكلام. نجيب طاسه زي دي كده، واحده واحده اهو، ناخد كده شويه، والباقي ده زي الفل كده اهو. خلي دول على جنب عايزهم انا، والباقي ده انزل فيه بالبصله الناعمه. هنا بقى الرز اهو، بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو كده محترم، الكبسه بقى مكعبين زبده حلوين يطروا الرز ويدوا له طعم حلو اهوت اهي. اللومي ده بتكسرها ليه مغازي عشان اخد المزازه والطعم الحلو. ممكن 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 انا معايا ايوه ايوه دي مشكله، مش تعبت اللي فاهم والله العظيم. حلو ماشي. بص والله المخرج معانا العمور، طبعا مخرج في البرامج الاخباريه والحاجات الجميله الاستاذ عمرو التوك شو، ولكن احنا معانا دايما الاستاذ احمد شفيق طبعا استاذي، والاستاذ احمد فاروق اساتذتي وحبايبي، بس هو النهارده المطبخ، فهو عامل ان هو راجل سماك وصياد وبتاع، فانا معاه بسايره طبعا عشان الحلقه تطلع حلوه. اعمل ايه؟ ده طبيعه شغلي. ولكن بيقول لي الليمون ده ممكن يتحط في الثلاجه وهي طازه لغايه لما، بالعكس ده بالعكس هيخشها بكتيريا مش تبقى حلوه. الليمون جاف لازم يتعرض لاشعه الشمس يا كبير وياخد البصمه دي الحلوه، فالليمون بطبيعته في اللون ده واللون ده، مش شايف الجو ده كده. فده الليمون مشهور جدا في الامارات وفي ابو ظبي يعني، وعندنا الليمون الاسود ده مشهور في السعوديه وفي الكويت. حلو الكلام. فده الفرق بين الاثنين. احنا بنحمر البصلايه، الكبسه دي مش هتاخد بهارات غير بس البهارات الخشنه ديت، ده اللي بنعتمد عليه، وهتاخد من التوابل ملح وفلفل وبس عشان اللون ما يتغيرش بتاع الرز. ودايما انا بحب كبسه السمك بلون الرز الطبيعي، يعني من غير طماطم، غير الفراخ وغير اللحمه. كبسه السمك ما تاخدش طماطم، تتعمل بشوربه السمك زي ما احنا شغالين كده،
وما تاخدش لون. هنحط معلقه كركم صغيره، الكركم صديق عائله الاسماك كلها، بما فيها الجمبري بما فيها كل انواع السمك. قلبنا كده زي الفل. كده البصلايه اللي هي الكشنه متحضره وجاهزه اهو. هنزل بالرز عشان حبايبي عايزين يطلعوا فاصل اهو، وفلفل الرز مع التوابل دي اهو اهو بالشكل ده كده اهو اهو. وهتنقلب اقلب في الرز كده، وهترجعوا تلاقوني بقلب في الرز. ناخد بعضنا ونطلع فاصل، وسيبونا اعيش مع شويه الرز الحلوين اللي خدوا طعم السمك قبل ما السمك يخش عليهم. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومحلك سرك يا ابو الشيف. ما زلت بقلب في الرز بيتفلفل مع معلقتين الزيت اللي هم بواقي تحمير السمك بالتوابل بتاعته والتغليفه بتاعته الجميله الحلوه. والرز هنا اتفلفل معايا وزي الفل. نظبط الملح بتاعنا للرز ده كده. والملح دايما يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، يا ملكه المطبخ، يكون في الشهر الكريم بالسالب. يعني ايه سالب وموجب يا شيف؟ هتدينا حصه رياضيه؟ لا، بالسالب هيبقى له علاج. اما الملح بالموجب ملوش علاج. واحنا ساعه صيام عايزين نفطر، المغرب بيأذن من هنا، وعايزين نستمتع مع الاكل الحلو. حلو الكلام. هنقلب الرز كده، وعندي ميه بتغلي. وارد الميه دي تكون شوربه جمبري، وارد الميه دي تكون شوربه سمك، وارد الميه دي تكون ميه عاديه خالص اهو. انا عندي سمكه سمينه وحلوه يا ويلي، هغطيها واسيبها هسه يعني ايه دقيقه كده تغلي زي ما هي كده. الرز يحل بقى كده ويبقى جميل عشان السمك يتعرف عليه. هنغطيها ونسيبها شويه اهي. الرز هنا في قلب الخلطه، شايفين ازاي كله بيغلي مع بعضه. هغطيها كده واسيبها شويه اهي. نرجع للكبسه، ايه الاخبار؟ نبص على الرز وصل لفين، واحده واحده كده مع بعض. احنا بندرس النهارده اهو. نضرب المعلقه كده، هو ده الرز حل هنا، شايفه بدات الميه والرز يظهر على الوش. قال له اهلا وسهلا، تستاهل الغالي، السمك في قلبيها. ليه سموها كبسة؟ قول لي بقى يا صياد عمور، ليه سموها كبسة؟ قول لي. سموها كبسة لأن لازم اللحم أو الدجاج أو السمك يتكبس جوه الرز. ليه سموها مقلوبة؟ قول لي يا غالي. عشان تتقلب في قلب الصينية. الله يرحمك الأستاذ أحمد. مين؟ استاذ احمد بدير رحمه الله عليه، كان طلع معايا في حلقه على النايل لايف، فبقول له استاذ احمد ليه سماها؟ قال لي عشان لغايه دلوقتي الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. نعم يا استاذ رحاب. نعم مين؟ انا معاك في اتصال. شايفين الكبسه هنا جاهزه، الرز مع السمك كله مع بعضه ما يتقلبش كتير، خلاص وصلنا لمرحله الاحلال اللي هو الرز حل في قلب المرق في قلب الشوربه، هغطيها وانساها. الكبسه اعتقد كده خلصت 99%، هنسيبها كده وهنقدمها لحضراتكم. نبص على الكبسه زي الفل، مش هقلبها زي ما هي كده، هد النار عليها، بص عليها كده النظره الاخيره. يلا اهي كبسه، هد النار، مهم جدا على فكره عشان تاخد راحتها وحبات الرز تستوي اهو. بعد البلاد العربيه تحط مع الكبسه دي جزر مبشور وتحط زبيب حسب الرغبه، والبعض يكتفي بالشكل ده، والبعض يحط بصلايه بقرمشه حسب الرغبه. كده انا وطيت النار وبخليه كده على نار هاديه خالص. تعالوا نغرف الشغل بتاعنا والانتاج بتاعنا زي كل الناس، المهندس في مصنعه والدكتور في معمله، ونشوف انتاجنا ايه. معانا اول حاجه الشوربه جاهزه، اللهم صل على النبي، ومعانا الكبسه بتاعتنا جاهزه، اشيلها من النار هغرفها اول حاجه واجهز نفسي كده. حلو، الله، شفت الكبسه؟ السمك بشخصيته، الرز بشخصيته. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشفا للي ياكل. والتوابل العربيه واللومي والقرفه الخشب برزنتيشن للطبق بتاعي، خلاها كده عنوان للكبسه. عنوان الكبسه لما نشوف اي كبسه بنلاقي حبايه اللومي دي موجوده على الوش مع عود القرفه الخشب ده كده على الوش. والسمك عندنا شخصيته زي ما هي،
ما اتغيرتش خالص اهو زي الفل. حلو قوي. قلب السرفيس بتاعنا الكبير ده كده اللي هيلم العيله كلها. الكبسه دي ميزتها ان كل الاسره بتجتمع عليها وتاكل. اللهم صل على النبي. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها معايا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ البرزنتيشن هنا هو كلام فاضي. شويه خضره حلوين كده يتحطوا عليها زي الفل. عود كزبره خضره حلوه كده، ده البرزنتيشن وبس. هي مش محتاجه شويه اللومي زي الفل. تمام، ده السرفيس بتاعنا بتاع الكبسه. بس واخش على طبق شوربه يطلع معايا في دقائق معدوده. شوربه الصياديه بتتعمل ازاي؟ نبص عليها كده. شوربه الصياديه، فاكرين الزيت اللي حمرت فيه السمك من دقائق معدوده مرت علينا؟ باخد منه معلقه. حلو، يهمني ده. وفي الطاسه او في الحله على النار، وهزودهم بمعلقه زبده صغيره. ده بالنسبه لشوربه الصياديه. حلو الكلام؟ زي الفل. وهنزل هنا ببصل كتير، اللي هو البصل بتاع الشوربة. زي الفل. بصل، طماطم كتير، ونقلب دول مع بعض بمعلقة خشب. الشوربة طلعت وهتطلع مع الكبسة بإذن الله. الشوربة بصل ده كده سيبه يتحمر على النار، ولازم البصل ياخد لون بالشكل ده كده. وعشان البصل ده ياخد لون بسرعة معاكي وما ضيعش وقت وياخد وقت كبير في مطبخك، هي معلقه نشا صغيره هحطها على وشه. هيطلع معايا في دقائق معدوده اهي، معلقه نشا صغيره. هتلعب زي في مثل بيقول لك نضرب عصفورين بحجر. حلو الكلام. معلقه النشا على البصلايه بالشكل ده كده في شوربه السي فود او شوربه الصياديه هتدي قوام للشوربه، وكمان البصلايه تتحمر معايا بسرعه. وهنقلب دول مع بعض. على النار. هتلاقي البصلايه دي على طول طلعت دلوقتي. معلقه دي او معلقه نشا. انا حطيت نشا عشان تبقى خفيفه على المعده وما نتلكمش من اول معلقه والتانيه وما ناكلش بقيه الاكل اللي على السفره. فيفضل انك لما تربط الشوربه او تديها قوام معلقه نشا، وممكن لا ده ولا ده بطاطسيه مسلوقه في قلب الشوربه هتديك القوام اللي انت عايزاه. شوف البصلايه بدات تاخد لون ازاي وتتحمر. زي الفل كده. واسيبها وانساها شويه. تعالوا مع بعض الشوربه بتاعتي اخبارها ايه. حمرت بصلايه، عندي صوص طماطم، عندي الثوم مش هتحط دلوقتي، الثوم مش هحطه دلوقتي خالص. الشوربه اهي خلاص اتولدت اهي. واسيب الصوص ده كده يغلى على النار. انا ما حمرتش الثوم هنا، دي المدرسه بتاعتي. الثوم هيتحط ني في قلب الشوربه، يوم يحيي السمك اللي هو مجمد ده كده ويشيل اي زفاره. شفت شويه الشوربه دول؟ زي الفل. وازود دول كمان عليهم زي، واشيل ده من هنا كله. واحط الكزبره الخضراء بتاعتي. ادي السمك الفيليه باخده كده، ده اللي هيتعمل صياديه. اتبلها كده وانا واقف شغال اهوت بشويه التوابل بتاعتي. ايه هي التوابل يا عم الشيف؟ واحنا مع بعض كده اهوت. شويه كركم، السمكيه كده عشان الانسجه بتاعتها، كركم، فلفله حلوه، فلفل، ملح، شويه شمر حلوين. الشمر دايما صديق للسمك. كل دول مع بعض واقلبهم كده. السمكيه خدت لون اهي. ده سمك فيليه الشبيات، الانسجه بتاعت السمكه شربت التوابل. وعندي صوص اللي هي الشوربه، بصل وطماطم على النار. واخد فص ثوم محترم كده. ركزوا في الشوربه دي عشان تعمليها شوربه صحيه، بما ان احنا في الشهر الكريم محتاجين برضو يوم حتى في اكله السمك يبقى فيها حاجه صحيه كده. الشوربه دي صحيه من الدرجه الاولى. شفت السمك الفيليه اهو تاني. عملت ايه يا عم الشيف؟ دي المدرسه. تبلت السمك بالتوابل اللي شفناها مع حضراتكم، اللي هو التوابل اللي هو الشمر والملح والفلفل وشويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، كل ده مع بعضه. وما نسيتش طبعا ان انا احط شويه كركم علشان تاخد لون. والثوم الطازه، ما حمرتش الثوم مع البصله بتاعه الطماطم. هسيب ده كله مع النار. هنا الصوص بتاعي بيغلي او الشوربه بتغلي، اللي هي الطماطم مع البصل مع الكزبره. هغطيها عشان تغلي بسرعه.
بمجرد ما تغلي بنزل بالسمك ده في قلبيها كده، خلصت الشوربه. اه بمجرد دي ما تغلي هنزل بالسمك ده في قلبيها. ومقادير الشوربه على الشاشه، سمك فيليه تبلته وحضرته بالشكل ده كده، وعند الشوربه على النار اللي هي طماطم وبصل اتحمر وكزبره خضراء وتوم. اه ولكن التكنيك والاعداد مختلف، التوم ني هنا مع التوابل، والصلصه هنا بتغلى على النار، بمجرد ما بتغلي بتنزل بده كده. الشوربه اخبارها ايه؟ ايه الدنيا؟ بص على السمك بقى وشوف الشوربه بتاعتها هتكمل مسارها ازاي. اه ادي السمك بتاعي هنا يا شباب. اه انا هنا. اه اللهم صل على النبي. اه شوربه الصياديه خلصت. اه في قلب الشوربه وهي بتغلي، التومه نيه مع السمكه نازله، الاتنين نازلين مع بعض يشوفوا ايه الحكايه في البحر ده، البحر بتاع الصياد اللي هو بصل وطماطم وكزبره. آه بدات تغلى. دي شوربه الصياديه على طريقه الشيف المغازي. القوام هنا معلقه النشا اللي انا حطيتها مع البصله وهي بتتحمر، فمديالي لصوص الطماطم قوام كده وشخصيه. اغطيها واسيبها على جنب لغايه لما المغرب ياذن، واشربي احلى شوربه صياديه اتعملت في اقل من دقيقه، اسهل من عمايل الشاي. نوطي النار زي الفل. حلو الكلام. نخش على الشوربه بنفس الترتيب، نشيل الشوربه كده نحطها هنا. الله، شوربه الصياديه الجميله الحلوه زي ما هي كده. ايه الاخبار؟ لا شوف السمك نازل ازاي سليم. يا نعم، سؤال من الكنترول، ينفع يا شيف مغازي نعمل الصياديه باي نوع سمك؟ باي نوع سمك، بس يفضل اللي هو برضو قليل الحسك او الشوك. الشوك او الحسك الاسم واحد، بس عشان اخواننا اللي في الخليج وفي الشام يعرفوا ان الحسك هو الشوك، واحنا في مصر عارفين كده ان هو الشوك. يفضل طبعا ليه؟ علشان في اطفال في كبار السن يشربوا منها، والشوربه دي طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، بس اللي انا عاملها النهارده شوربه صحيه من الدرجه الاولى. اه خلي بالك، عندك مشاكل مع السمك، حموضه، ايا كان، اشربوا من الشوربه دي على مسؤوليتي. وانا في الفاصل الاولاني للامانه حاطط معلقه سكر على الشوربه دي علشان الحموضه بتاعه الطماطم. هشيل دي من هنا وخلاص، دي الشوربه بتاعتي. هستاذن فريق العمل، مقادير السمك البوري مشوي في الفرن، المقادير على الشاشه. معانا بوري تقريبا من الوزن، الحبايه تعمل من 500 ل 600 جرام، بوري من خير مزارعنا. اهو زي الفل، الحبايه متنضفه الخياشيم ومتشال الصدف بتاعها زي الفل، ومتشال البطن بتاعتها زي الفل، وجاهزه تتعمل مشوي في الفرن زيت وليمون. نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونشيل دي من هنا عشان نوسع لنفسنا شويه. واحده واحده كده مع بعض. اهو ازاي نعمل بوري مشوي زيت وليمون، والمقادير على الشاشه يا استاذه رحاب نقولها مع بعض. ذكريني، سمك بوري وعصير ليمون. الله، حلوه قوي. هي التوابل دي بالظبط كده مع الملح والفلفل وشويه الكمون الحلوين. طيب ادي السمك معانا، هنجيب كسرولة كده، اللهم صل على النبي، وهناخد السمكة البوري الحلوة دي كده نعمل لها تتبيلة حلوة واحنا واقفين مع بعض عشان نحطه في الفرن كمان. بس انا اعمل تركاية حلوة كده علشان تعمليه في البيت بطريقة صح وحلوة. توم طازة، واحط مع التوم الطازة ده مكعبين من الزبدة. شفت الجديد بقى؟ اهو زي الفل، توم طازة مكعبين من الزبدة، واحدة واحدة مع بعض، وهحط عليهم معلقتين من الزيت، هعمل عجينة كده، هتشوف العجينة دي هتروح على فين. اهو حلو الكلام زي الفل. وننزل بالبهارات بتاعتنا، كمون وكزبرة وشوية كركم وشوية بابريكا حلوين، ندلع التتبيلة دي. اهو اللهم صل على النبي. ملاحظة حاجة هنا، كله على النار، الشوربة على النار بتغلي، والكبسة على النار بتستوي، وكمان يا عم الشيف البوري المشوي هيخش الفرن دلوقتي ونبص هنشوف هيتعمل ازاي. الخلطه دي معانا كده زي الفل، هعجنها كده بالعلقه بالشكل ده كده، شفت الجو ده كده اهو. وجود الزبده هنا بيديني خليط ويديني معجون كريمي كده حلو، هحطه في ظهر السمكه. هحطه فين يا عم الشيف؟ في ظهر السمكه. فوجود الزبده بيثبت المعجون ده كده او الخلطه دي كده اهو بالشكل ده كده اهو، وتشوف هنشتغل ازاي فيها. تقوم الزبده دي لما تسيح تنزل ما بين لحم السمكه وظهر السمكه البوري تغذيها.
كده كده سمكه البوري بتبقى الدسمه بتاعتها اقل دسمه من بعض الاسماك التانيه. شفت الخلطه دي مهمه جدا زي الفل. اخليهم كده على جنب ونحط عليهم عصره ليمون صغيره. بس خلاص حلو. دي قال لي 4 حبات سمك حلو قوي، هنخلي دي على جنب ونمسك السمك البوري الحلو ده كده نشوف هنشتغل فيه ازاي. ايه المشاكل اللي بتحصل مع السمك المشوي بالذات في الفرن او في البيت؟ يجي الباشا جوزك او الضيوف يفتحوا السمكه بيلاقوا دب ما بين السلسله وما بين لحم السمكه، يجي سايب السمكه ويجي قايم انا شبعت. في بعض الناس اول ما بتشوف الدم في السمك بتقوم على طول ما بتكملش، وفي ناس تكمل تقول لك انا بحبه ايه تسويته كده وزي الفل تمام، وفي واحد يقول لك طب سويها لي شويه وهكذا. فتعالوا مع بعض نحل المشاكل ديت واحنا شغالين كده. بعمل ايه؟ سكينه حاميه زي دي كده في الزيت وليمون، باجي هنا كده السكينه بتنزل هنا كده، انا سامح هنا السلسله بتاعه السمكه بتعارض السكينه وتهاجم السكين. الفتحه دي ونفس القصه هنا الفتحه دي لغايه كده نفس القصه السلسله نفسها ونفس القصه وتعالي بقى للخليط الحلو ده كده اللي موجود معانا من شويه بايدي كده، اللهم صل على النبي واخد كده وادخل هنا كده زي ما بتتعاملي مع الفخده الضاني تحشيها توم وروزماري ما عملتش حاجه انا الزيت وليمون على طريقه المغازي زبده توابل شمر ملح وفلفل كمون كزبره عصره ليمون والبطل هنا الزبده في قلب الظهريه، ويكون عندك جريلا سخنه ويكون عندك فرن درجه حرارته عاليه جدا. حلو الكلام. انا مش هرمي اللي في قلب الكاسرولا ده، انا عايزه خلي بالك اللي في قلب الكاسرولا ده انا عايزه. كده السمك تمام زي الفل، هخلي دي على جنب عشان عايزها واشيل ده كده وتعالوا نشوف نكمل مع بعض ازاي. طيب نخش على اللي بعده نشوف اخبار الكبسه. فاكرين معلقتين الزيت دول؟ عايزهم انا. هناخد الكبسه نخليها هنا ومعانا جريلا سخنه في الفرن هنطلعها مع بعض اهي. جريلا شديده الحراره اهي، اللهم صل على النبي. هننزل بقى كده هنا براحه سخنه جدا جريلا دي سخنه جدا هعمل ايه يا عم الشيف بقى؟ فاكرين ولا ناسيين؟ معلقتين الزيت اللي معايا من البدايه خالص من ساعه ما كنت بحمر بصلايه للكبسه اهم محتفظ بيهم، خدت منهم شويه للشوربه وباقي معايا معلقتين يا دلعك يا دلعك يا دلعك لما تشتغل بمزاج يا مغاز واخد السمك البوري ده يا عم الشيف السمكيه زي ما هي كده امسكها من ديلها تعالي يا طيبه وانزل بقى هنا حلو كده ونفس القصه دي هنا ونفس القصه دي هنا ونفس القصه دي هنا اللهم صل على النبي. الصوره الحلوه من خير مزارعنا تتحدث عن نفسها اريح السمكيه كده وسبحان الله جايه بالبركه. الجريل على قد السمكه مرزق يا مغازي. كل دول مع بعض يا عم الشيف نجهز الخلطه بتاعتنا بقى الحلوه واحنا جنبيهم كده زي الفل في قلب الكاسروله. شويه كزبره حلوين ناعمين كده زي الفل، سنه شبت محترمه معاهم، كل ده مع بعضه اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه الصوره الحلوه دي؟ الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها يا عمور اكيد طبعا. فص توم ني زي الفل، عصره ليمون حلوه محترمه لانه سمك مشوي بالزيت والليمون حلو، معلقتين زيت زيتون محترمين حلوين تمام، سنه ملح صغيره عشان الطعم ما يفصلش معانا. كل دول مع بعض يا شيف وناخد الخليط ده كده هنطفي بيه السمك ده كده وندخله الفرن زي الفل واحده واحده ركزين الكاسرولة دي مهمه جدا، خلي بالك ده المطبخ. هتقول لي بقى الكاسرولة بالجناب وشغل السيما ده؟ لا هو ده المطبخ، ما هو انا مش شغال في عياده معمل، لا هو ده لازم انا شغال وعندك معلقتين زيت حلوين دولت حبايبي، دول ما فرطتش فيهم، دول فيهم الخير كله هنا يلا زي الفل. هناخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي كده زي ما هي. السمك خد الصدمه الناريه، السمكه حست بدرجه الحراره زي الفل معانا على الجريله سخنه تمام.
وهنا كمان نعلي النار. انا عايز بس السمكه تاخد صدمه كده وتاخد البصمه بتاعه المشوي في قلب الجريلا الحلوه بتاعتي زي الفل كده. أأمن على الفرن اخباره ايه درجه الحراره بتاعته 180، اللهم صل على النبي، واظبط الشبكه بتاعه الفرن تتحط في المكان المناسب. ايه المكان المناسب؟ تتحط في نص الفرن، علشان انا احط السمك ده في نص الفرن بالشكل ده كده. شفت التحضيرات ديت مهمه جدا اهو. الشبكه دي تنزل هنا كده، ويلا مع بعض الشباب الحلوين، الصوره الحلوه واللمسات الحلوه والتفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى اهو 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 اهو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اهو الجيران فين والحبايب فين؟ ما تقدريش تخبي وتقولي انا مش عامله سمك النهارده يا عالمي. اهو حلو. على فين؟ على فين؟ درجه حراره الفرن عندي 180. صل على الحبيب قلبك يطيب. هناخد دي كلها مع بعضيها اهي، اللهم صل على النبي اهي زي ما هي. على فين يا شيف؟ اللهم صل على النبي. في الفرن اهي، عينيا عينيا. اه النظره الاخيره لاربع سمكات بوري، وزن الحبه يتراوح ما بين 500 و600 جرام، حجمها كبير، ظهرها زي الفل. هندخلها الفرن. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بحلك سرك يا ابو الشيف، معايا مكعبين زبده حلوين للامانه، وحطيت عليهم بعلايه زيت علشان ما يتحرقوش مني، ومعانا شويه عصير ليمون، بعمل حاجه كده صلصه من الزبده والليمون، دول بيستعدوا ويهللوا لشويه بوري طالعين من الفرن دلوقتي زي الفل. وهتبلهم الخلطه دي مهمه جدا. تتبيلتك ليهم يا عم الشيف شويه فلفل صغيرين كده، وشويه ملح صغيرين كده، وشويه شمر ناعمين، مع شويه كمون صغيرين. دولت بقى اي زفاره في السمكه لو شميت ريحه زفاره انا دفاع للسمك ده. حلو الكلام اهو، بس خلاص واقلب كده اهو. هم بقى شفت بقى الخلطه دي اهي اهي، زبده عصير ليمون والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشمر، جاهزين كده بره النار. السمك يطلع من الفرن ننزل عليهم بالخلطه دي. حلو الكلام. نطلع البوري الحلو ده كده عشان نزغلل عين المخرج. بس في تركايه هنا مش هقول لك عليها غير لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه التركايه؟ السمك البوري المشوي ده نزل منه شويه جوس حلوين وشويه بيون حلوين، هعمل ايه؟ هاخد منهم شويه كده وانزل بهم هنا على الصلصه اللي انا عاملها. يا ويلي يا ويلي لما المغاز يبدع، وارجع بيها تاني اهو هنا اهو. ده السمك البوري اهو. واخد الصلصه الحلوه دي كده اقلبها، اللي هي عباره عن زبده ومعلقه نشا وعصير ليمون والجوسي والبيون والبهريز. عينيا عينيا، هنزل بيهم على وش. انت قلت له 12 دقيقه قبل ما اطلع، عدوا بسرعه ليه كده؟ والوقت الحلو بيعدي بسرعه ليه يا اخوانا؟ بس اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده استاذ رحاب؟ اطلع لنا بمقادير بلح الشام، ربنا يكرمك كده. الاول نشوفه سمك مشوي زيت وليمون، اللهم صل على النبي. حلو. طيب مقادير بلح الشام على الشاشه. ثلاث بيضات، كوبايتين دقيق، ماء شديد الغليان على النار بيغلي، في فانيليا وفي ربع كوب من الزيت، ومعلقه سكر ورشه ملح. هو ده بقى التركايه الاخيره دي بقى هقولها. ايه هي بقى؟ المعلقه السميد الناعمه الاخيره دي بقى اللي معانا دي كده، هي السر في قرمشه البلح الشام. انا بسرعه كده، حاضر والله العظيم حاضر اهو حاضر. انا عايز المخرج، انا عارف ان هو عايز يبدع، بس انا هعمل حاجه حلوه عشان الساده المشاهدين. بس مضرب ما عداش على ملح ولا ما عداش على توم ولا على بصل معايا اهو، وهنزل بالزيت في الميه اهو. بلح الشام بيتعمل ازاي اهو؟ ميه مغليه عليها زيت عليها فانيليا بالشكل ده كده، وامسك المضرب بايدي اليمين واديه بايدي الشمال اهو، وانزل هنا كده اهو، واقلب اهو بالشكل ده كده اهو، والنار شغاله اهو. شايف القوام ده كده؟ لغايه لما العجينه بتاعتي دي تتكور
وتبقى زي العصيده. نعمين، حاضر. المهم ان العجينه تبقى زي العصيده، هنزل عليها بالبيض واحده تانو الاخرى لغايه لما العجينه تبرد، وابدا انزل احمره في زيت بارد جدا ويطلع معايا بلح الشام. واوعدكم باذن الله تعالى هنعمل يوم حلويات، بلح الشام ولقمه القاضي وزلابيه وكل حاجه حلوه.